السلام عليكم. شو راك تدير؟ الفن كي كان فن كي كانوا الناس يعرفوا له. انا سبيني نبدو الفيديو ولا؟ السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ جيسبر تكونوا بيان. حنا رانا لاباس الحمد لله، لاباس بخير، في نعمه، صحه جيده، الدعوه هانيه الحمد لله يا ربي. الجيب خاوي بصح يخلف ربي صح. الراس معمر، راس معمر، راس معمر، هذا هو الصح. دونك فوالا اخوتي، مرحبا بكم في الحلقه تاع الفن. اليوم غادي نهضروا على الفن وعلى اللي يجوا مع الفن. اللي يجوا مع الفن هما الفنانين، هما ملي متفرجوا فينا كاع فنانين. انا على بالي، الله يبارك. دونك بلا ما نطولوا عليكم خوتي، نبدو في السوجي تاع الفن. على بركه الله، ما تنسوش تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين قوسين دائما نعاودها ونعاودوهم صمتوا. ما تنساش تصلي وما تنساش تقرا قران. الله يرضى عليك، راك في رمضان، الله يرضى عليك. دونك ما نطولوش خوتي وندخلوا في خفيف ظريف. تفضل. في النمسا كاين واحد المجموعه اللي عيطولها فيينا فيجيتابل اوركسترا، وهادو شي يديروا، يديروا اوركستر شغل، يديروا حفله هكا تاع موسيقى، ولكن يخدموا الالات الموسيقيه تاعهم بالخضره ويغنوا، موراها يديروا سوب بهذوك الالات. ومانيش زعق يديروا سوب بهذوك الالات، فنانين تاع خضره كشغل. بكري كاع، بكري نرجعوا للرو صح، كاع يسرى بكري، يسرى بكري. واه حنا ما نجيب لكم صوالح تاع بكري، باسكو تهضروا كاع تعرفوهم كشغل. بكري كاع الفنانين تاع التياتر ولا الخشبه تاع المسرح كانوا مكروهين ومنبوذين، منبوذين زعما الدرجه كاع التاليه، كاع ما كانش كاع اللي يشوف فيهم كاع، وكانوا عادينهم خطر على الدين تاعهم الممثلين، زعما يبانوا لهم كشغل يقدروا يمثلوا في اي حاجه ما فيها ريسك، ما عندها حتى علاقه زعما. حتى جاء الوقت ولا العصر تاع الملكه اليزابيث، تما اللي بدات تتبدل دعوة، وبداو يشوفوا الفنانين كانهم ناس زعما تفرج عليهم وكاع، باسكو غادي يعطوك حاجه يرفهوك كيما يقولوا. خطر واحد الفنان في اليابان سموه تونغ اينان، كان يبغي بزاف جارته وما كانش عارف كيفاش يعبر لها على الحب تاعه. دونك شادر شرا 840 روبيكس كيوب وخدم بيهم الصوره تاعها، ولكن ما يعطاها، قالت لها لا، قالت لها غير عفني، زيد على روحك، انت تستاهل. لوفر اللي هو متحف كبير بزاف وتاريخي في فرنسا، واللي هو اكبر متحف في العالم، واللي فيه هذا فوالا اللي فيه موناليزا اللي راها تحت. لا حفظهم سلفوها لنا التراشة اليوم. بكري كان بوابة في فرنسا، ومراها نابوليون هو اللي رده متحف. والأنكدوت اللي كاينة ولا المعلومة اللي كاينة في هادشي، أنه نابوليون خون بزاف صوالح دارهم في المتحف، في البداية تاع المتحف اللي دخل بهم بزاف دراهم، وردوا المتحف تاع اللوفر حاجة كبيرة، أكثر من 60% من الصوالح اللي كانوا تما مشي تاع فرنسا مخيونين. فوالا باش تفهموا واش كاين. كاين واحد الرسام مشهور بزاف سموه بول سيزان، مي كان صغير سلك على واحد صاحبه حقروه، اي صاحبه شكره، وكيفاش شكره؟ عطاه باني معمر تفاح. من تما هذا بول سيزان ولا يدير اللوحات الفنيه تاعه يرسم غير التفاح. والعفس البيزار، هذاك صاحبه اللي عطاه التفاح واللي حقروه والاخر سلك عليه، شكون هو؟ ايميل زولا، كاتب مشهور بزاف واللي يبغوا الكتوبه يعرفوه. نولوا لهذا الحيه هذه اللي هنا، عطيني تشومنر، عطيني تشومنر فداها باسكو غادي نحكي عليها دروك. صح، هذه اللي راكم تشوفوا فيها هنا، هذه موناليزا من 1797 وهي في المتحف تاع فرنسا تاع لوفر، ولكن كانوا يدخلوا لها غير شويه تاع الناس، ما كانش عندها شعبيه وما كانش اللي كان عاطيها اهميه، حتى وين صرات واحد العفسه. هاد العفسه اللي صرات سنه 1911 خونه واحد السيد سموه فينسينزو بيروغيا، ايطالي وكان خدام في المتحف. على بها يقول لك تاع بكري الخاين مول الدار، هذه ماشي باطل قالوها. وتماك الحيط تاع موناليزا ولا خاوي، اما لا تماك اللي ولاو يجوا الناس بزاف يشوفوا هذاك الحيط الخاوي، حيط خاوي، الناس يبغوا يستشفوا، يبغوا يقولوا هذا اللي كان بلاصي هذاك اللي خونوا هذاك، اي هذا مكان هكا شاعت، وهكا ولاو يجوا الناس كاع. وبعد مرها بعامين ردوا هذا تاع موناليزا وعاودوا عالوه تما، ومن تما زاد شاع بزاف وجاو الناس من كل بلاصه يشوفوه، باسكو ولاو يقولوا هذا هو اللي خونوا، اللي قالوا خونا هذاك الطلياني هذاك، شباب هذا مليح هكا اللي شاع. وكاين بزاف ناس يقولوا بلي هاد العفسه داروها بالعاني. خوتي رانا كملنا مع خفيف ظريف، ودروك غادي نبدو في الصح. سقسيني ديريكت، سقسيني واجد نسقسيك. كاين واحد الفنان يمارس الفن المعاصر، كاع نعرفو وانا وياك ما نبغوش الفن المعاصر والو، ولكن هذا السيد ماشي مشهور بالفن اللي يديره، ولكن مشهور كشغل بالعفسه، كيفاش يرسم اللوحات تاعه. يرسم بواحد العفسه فري بيزار، سموه لياندرو غراناتو، ويرسم بواحد العفسه في وجهه. شاهي هذه العفسه، يقول لك شغل غير العفسه اللي يرسم بها في وجهه، نيفه ماشي بنيفه، السيد يرسم بعينيه. شي يدير يدخل البنتوره في نيفه ويبلع على نيفه وينسف حده، حتى وين يدير كيما هكا، اي البنتوره تخرج شغل هذا ما
كاين زوج صوالح جاوني في راسي. حاجه الاولى ما خاف زعما بنتو راه توشي له المم ولا طاشي له عينه وانا شاف. وحاجه الزوجه تقدر ترسم بيدك نورمال. الفن المعاصر الفن المعاصر الفن المعاصر الفن الشكل المعاصر كاين اللي دارسين الفن المعاصر ويبغوه كاع، ولكن حنا ما لقيناش الفايده تاعه. وين جاته الفكره باش يرسم كيما هكا مور اللي مات جده وحزننا عليه بزاف؟ دونك شغل قاعد يقول زعما كاين بنت ربع عينيك شغل راني نبكي عليه نبكي عليه تحضر دراهم الى هكا كاع نبكوا. سين ميلو السؤال تاعي الاول، فان غوك الرسومات تاعو كاع تقريبا كان فيهم واحد الصفوريه واحد العفايس كيما صح. اسكو على بالك علاه مردو؟ هذيك هي لا فاصون اللي كان يشوف بها العالم. مردو هذيك هي لا فاصون اللي كان يشوف بها العالم واه. لا ماشي كيما هكا، على خاطر كان يشوف كل شيء صفر بعينيه الوان كاع صفرين. علاش؟ بين قوسين هذه زعما كان يشرب واحد الشراب صح. هذاك الشراب جي دورونج. ايوا جي دورونج كان يشرب واحد جي دورونج، كي درسوا عليه هاد جي دورونج كيتكثر منه كل شيء صفر. هذه اللي صرات له على بيو اللي رسم كل شيء صفر، والناس تقول واه كيفاش كان يدير صفوريه وكاع. ولا هو كان يشرب واحد جي دورونج. وعلاش ثاني؟ باسكو هاد جي دورونج فيه واحد الماده اللي هي الثوجون. هذا الثوجون يدير فشل كلوي، يعي القلب ويصفر الشوفه تاع العين. هادو كاع كانوا فيه مسكين. هذا اللي يقول لك الله يصفر وجهك دروك. انا غادي نروح للسؤال تاعي الثاني وغادي نسقسيك، شعال طول تاع اطول لوحه فنيه في التاريخ ولي داخله مام في الكتاب تاع غينيس. واحد كيلومتر ماشي واحد كيلومتر، قليله بزاف. طول تاعه فيه قريب 11 كيلومتر. دارتها واحد المجموعه في الامارات واللي سموها مجموعه الطاير، شارك فيها 20,000 واحد ما بين 8 الى 18 سنه، وكل واحد فيهم رسم روحه. وهذيك اللوحه سموها ام ديفرنت جست لايك يو، انا مختلف غير كيما كيفك. وهذه اللوحه شغل داروها باش يسونسيبيليزو على الاوتيزم ولا التوحد. سؤال تاعي ثاني سي ميلو شويه سهل، فان جوغ شحال كان عنده من العام مين بدا يرسم؟ انا نقول بدا يرسم مين كان عنده هو فنان كيفي كما نقول 8 سنوات. 8 سنوات راك غلط غلطه تاع قد. لازم تعرف بلي فان غوك كاع اللوحات اللي عنده رسمهم في مده 10 سنين. تخيل بدا يرسم مولا 27 عام، بدا يرسم ماشي كان فنان، بدا يرسم ومولا 37 عام مات. تما في 10 سنين دار كاع هذاك الشيء ودار هذاك الاسم. ما بالك حنا من على عامين غادي نولوا فنانين كبار شو لا ماشي حياته، ما تمناش حياته بعيد الشر وما تمناش 37 عام ثاني. واه واه ان شاء الله. المهم ودني ماشي باغي ودني راكم فاهمين السي سيقادة. انا نهضروا على الفن، ولكن كاين بزاف ناس ماشي فاهمين شمعات الفن. والفن ماشي غير عفسه واحده، ماشي غير بنتوره ولا فن، انواع، وكاين 7 انواع تاع الفن. دونك السؤال تاعي هو عطيني انواع الفن. قال السبعه نجم قال السبعه باسكو تعرف باللي كاين نوع باش ولا هذاك النوع فيه بزاف حفايس. تنجم تعطيني غير عفسه من هذيك نعدلك النوع. نعطيك الرسم. الرسم داخل مع الفنون البصريه واللي يجي معاها فوتوغرافي ويجي معاها ثاني الصباغه. دونك هذا كاع فن واحد صح. الفنون البصريه تاع الرسم وكاع سينما صح. نعطيك سكولتور اللي هي النحت، الارشيتكتور الهندسه المعماريه. راك عطيني 4 كاين وحدين باينين زعما. قلت لك عندي بروبليم في المخ تما انا ما فهمتني. ما عقلتش على 3 اخرين هادو اللي قديت. سي ساهلين كاين فيس كل يوم نديروهم. الشعر كتابه الادب صح. 5 زوج اخرين مانيش عارف راهم بعاد خمم غاير صح. معليش كاع هاكو غادي نعطيك النقطه، ولكن نسيت الموسيقى وفن الاداء. الفن الاداء اللي فيه المسرح ولا السيرك ولا الرقص ولا مام الكوميديا. قلت لك باللي مريت في مخي باسكو الموسيقى زعما كيفاش تنسى الموسيقى زعما اسكو تهضروا مع مخي زعما الموسيقى باينه كاع باللي فن. معليش بصح كاع هكا وديت النقطه بصحتك. السيد ميلود ولا الاستاذ ميلود سبحان الله دائما كاين شي صوالح ما على باليش، لا مخنا يخمم كيف ولا ما على باليش. تجبت لي الفنون هادو اللي هضرت لي عليهم. السينما يعيطوا لها الفن السابع. علاه الفن السابع؟ باسكو كانوا كاينين بكري 6 وكيبان السينما زادوه السابع. لا صح ماشي هكا، ماشي بهذا التفسير. كون خممت غير شويه قادر تجيبها. كاين 6 فنون والسينما عيطوا لها الفن السابع. علاش الفن السابع؟ باسكو السينما لا ما 6 فنون في فن واحد صح. نسموها الفن السابع باسكو في السينما في الفيلمات نجم تلقى العماره، الموسيقى، الرسم، النحت، الشعر، الرقص، كاع تلقاهم في السينما. على بها تسمات الفن السابع. وان ميم طون باش تفهموا بلي انا فريمون مريض وننسى راني كاتبهم شغل وراني داير سؤال عليهم وما جاوبتهاش ما عطيتهملهاش كاع غالب خوتي. دونك خوتي انا كملنا مع المرحله تاع نسقسيك وراكم كاع تقارعوا. دخلتوا لهذا الفيديو غير باش شغل على جال هذه المرحله وهي مرحله تاع وريتشو دونك وريتشو. ايا فازي وريتشو بسم الله. سي قاده وريتشو تاعي الاولى اللي هي هذه تحفه فنيه. شتاني ش هي القصه تاعها ولا شتاني؟ عندي حتى فكره كاع ما تجانسي نسيت كاع كما قصه ما نجمش نبدل لك القصه. هذه اول تحفة فنية والوحيدة اللي تنجم تلقاها في القمر.
هذه راها فوق سطح القمر. وعلاش ندارت؟ دارها الفنان بول فان هويدونيك وهو بلجيكي، وهذا المعلم ندار اللي ذكرى تاع كاع رواد الفضاء اللي ماتوا في الفضاء ولا شغل باش يستكشفوا الفضاء ولا باش يروحوا للقمر. وهذيك البلاكه فيها كاع اسماوات اللي ماتوا في الفضاء. سيلميلو دوريتشو تاع الاولى، هذه لوحه فنيه تاع بيكاسو، تاع بابلو بيكاسو اللي سموها ذا اولد جيتاريست. اسكو تعرف المعنى تاع هاد اللوحه؟ قريت معني معناتها والو ما والو، غادي نسي نشلق راه يلعب معايا يسي يتعلم، ولكن ما تعلمش حتى ليش بن حتى فاق بلي ما عندهش الخيوطه في الجيتاره تاعه. الله يبارك، هذه هي المعنى. هذه اللوحه سيل ميلود عندها جوج معاني. المعنى الاول هو انه هذا الانسان كان انسان فقير ولكن كان يلعب الفن، ما يسمحش في الفن، ما يقدرك هو انسان فقير. والمعنى الثاني اللي لقاوه العلماء ما عندهاش بزاف، كون تزومي غايه في هذه الصوره وتشوف مليح، كون تشوفه مليح وكون تشوف مليح سيل ميلود، راه كاين واحد الوجه تاع مراه بصح مخفي بزاف ما تقاش تشوفه. هذه الام تاعه، هذا الانسان كشغل كان يبغي امه في حياته، وكان فقير ومات فقير، امه ماتت تما بقات لك شغل ذكرى ومشي ذكرى في نفس الوقت، كاينه وما كايناش. وفي نفس الوقت قاعد فنان مالغريك هو فقير وامه فقيره، وبقات له غير الجيتاره تاعه. بارك الله فيك، الله يحفظك ليعطيك الصحه. الله يشد لك في ميمتك ان شاء الله. كما هو وريتو تاعي الزوجه هو هذا الكتاب، هذا الكتاب تاع من ولا شي يحكي ولا شغل تاعش شي قصه تاعه. انا قد نجاوبك على السؤال الاول اللي قلت لي تاع من، هذا راه فايت عليا على بالي، وراني سير باللي تاع ليوناردو دافينشي. بارك الله فيك، صحيت. شنو هي القصه؟ راك تعرف عقلي امبوسيبل تفكرها وامبوسيبل نقولها لك. راك تعرف باللي هذا الكتاب هو سيفري تاع ليوناردو دافينشي، وكان يكتب بالعكس بالمقلوب باش تقراه الى قديره حدا مرايا باش تقراه. ليوناردو دافينشي ما كانش غير رسام، كان مام انجينيور وفيلسوف ونباتي. نباتي ماشي زعما ياكل غير النبات، لا، يدرس النبات، ولا اللي يقولوا لها بالانجلي بوتانيكال ولا بوتانيك بالفرنسي. وهذا الكتاب شراه بيل غيتس مقابل 30 مليون دولار، هذه كانت في عام 1994. دروك 30 مليون راه شغل شراه ب 50 مليون دولار. علاش الكتاب فيه 18 ورقه؟ وهذا الكتاب هو اغلى كتاب في التاريخ. بارك الله فيك، بارك الله فيك على هذه المعلومات. الله يسلمك. سيل ميلود، غادي نوري لك واحد الفيديو ومن بعد نسقسيك، تفضل الله شوف معايا. راك شفت الفيديو مع سيل ميلود، شو هذا؟ شو كان هذا الشيء اللي شفته؟ نقول هذه كانت اول بيرفورمانس تاع فن معاصر. لا، ماشي فن معاصر وماشي اول بيرفورمانس. صح، هذا سموه ايغو بال، وهذا اللي شفته كان سنه 1917. هذا كانوا معتبرينه فن، وكانوا عطينا واحد الاسم سموه دادا، فن الدادا ولا الدادايزم، وهو زعما حركه فكريه وادبيه وفنيه في نفس الوقت. سما بيرفورمانس تاع فن معاصر، ولا ماشي الاول. والدادا هذا بدا في سويسرا سنه 1916، ولكن في يومنا هذا دادا بدلوا لها المعنى، ردوها معناتها اي حاجه ما تنتميش للفن، العكس تما. هذا تما ماشي فن، هذا بنادم راه يقول ماشي فن، هذا تما اي واحد يقدر يديره في الدنيا. السي قاده وريتو تاعي الثالثه، راك تشوف واحد الفنان اسمه سلفاتور غارو، وراك تشوف التمثال اللي خدمه اللي راه ادروات، تمثال رائع يعني يعني التمثال يعني جميل جدا، ويعني تعب عليه بزاف. السؤال هو شعل باع هذا التمثال؟ هذه راه فايت عليا. والفن اللي داره هو كشغل حيط خاوي، هذا هو الفن اللي ماشي حيط خاوي، تمثال انفيزيبل، تمثال خدم. حبس اخوتي، اسمع، حبس باي فاهم قاري شنو فاهم، ما تزعف ما والو، ما تقعدش فريح ريح. هذا السيد سلفاتور غارو خدم تمثال ما يبانش، وها ولا لا راه ادروات، لا راه ادروات، ها ماك تشوف التمثال هذا اللي ما يبانش، هذا خدمه هو وباعه بالدراهم. شعل، قبل ما نقول لك شعال، زيد نشارككم معلومه بين قوسين، كاين فن غير كيفه في الرسم، حيط بيض خاوي وتاني باعه بزاف دراهم، زعما طابلو هو ما كانش كاع طابلو. شحال باعه؟ نقول لك 5 ملايين اورو. باع 18000 دولار. 18000، بصح 18000 دولار شابع. غادي نوري لك واحد التصويره واحد اخرى. هادو الخدامه تاعه راهم يمسحوا له في التمثال تاعه، راهم يفيريفو فيه وكاع، شو راهم يشوفوا زعما ما عنده والو لا تغبر ولا كش عفسه كيما هاك. وهنا راهم حاطينه في متحف ودايرين عليه الضوء، التمثال تاعه الرائع. عفوا عليه، هذا سينون ولا قيبان. خوتي انا عندي سؤال راه في راسي، الى متى الناس يقعدوا اغبياء؟ لا خوتي، اسكو فهمتوا علاه قلنا لكم بلي ما نبغوش الفن المعاصر؟ خطره لقيت واحد يخدم فن معاصر وكشغل عجبني، انا قعدت نقول زعما شباب كشغل سي فري فن، شو ولا جاي بيزار وشباب، مشاو على 2% من الفن المعاصر شباب ويستاهل، مشاو على هذا خوتي ماشي فن، هذا زعاقه.
هادو راهم يزعقوا. هذه هي هادو لقاو ناس اغبياء. شكون ما شريت والو ب 18000 دولار؟ تشري حاجه خاويه ب 18000 دولار مي خويا انت مريض. شغل جيت قلت لك هاك هذا التمثال 400 مليون هيا انا نجي ندير لك هاك 400 مليون قد نشدها بيد قد ما نشدهاش كاع. هذا هو الفن المعاصر خوتي. سير ميلودو ريتشو تاعي تاليا. هاد البقال ولا الفاز اللي راك تشوف فيه شحال السومه تاعه؟ هاد البقال يدير 12.3 مليون دولار. خطأ، 33 مليون دولار. خوتي دراما متزربه في الدنيا هذه. شو دراما متزربه صح. كونكليزيون واحد اخرى، احنا فقراء الحمد لله. بصح فقراء باسكو علاه؟ كاين واحد الانسان في الدنيا هذه شرا فاز 33 مليون دولار وداها لداره وحطها، ولكن في 2023 القيمه تاعها ولات 45 مليون دولار. سما سيدر انفستيسمون سما مشي حابس كاع هاك. والقصه تاعه انه في 2010 واحد المره اسمها جين جونسون مع ولدها كانوا كشغل ينقوا ويرحلوا في واحد الدار تاخذها. حتى في واحد اللقطه لقاو هذه المزهريه القديمه. شدارت عيطت لاختها قالت لها هاش لقينا هذه المزهريه، راجل اختها شراها لاختها، ولكن هو شراها لها من واحد الصو كما يقولوا ما على باله بوالو. هو كي داوه وراحوا سقسوا زعما شحال يدير باسكو كانوا يرحلوا في الدار، دخلوا عند واحد قبه حل فمه ديرك خلع. قال لها هذا منين جبتيه؟ قالت لها كيفاش كيفاش. بغى يسربسها وبغى يتلاعب بها كما يقولوا، يعطيها سومه غير صغيره، بغى يعطيها كاش 10000 دولار ولا باش تنخلع. كي قالها قالها نقد ندير عليك ب 10000 دولار. هي تماك شعلت لها اللمبه فوق راسها وقالت لها ادام هذا عطاك 10000 كاين حاجه في الفاز، علاه عطاك 10000 في فاز اللي قادر يدير 50 دولار؟ تبعتها قالت له ما نبيعش سيد ولا غير زيد السومه. قالت لها ما نبيعش ولا غير طلع. بعد موراها كي سقسات مليح قالوا لها هذا يعود الى سنه 1800، مخدوم من واحد العائله تاع تشينغ في الصين. وهاد العائله كشغل كانت عائله كبيره بزاف في الصين، وكانت كشغل عندها قيمه كبيره بزاف في التاريخ تاع الصين، على بها وصل وتباع بهاد السومه. النصيحه الوحيده اللي راني نقولها لكم فتشوا مليح دياركم. ودروك خوتي انا كملنا من المرحله تاع وريتشو، غادي نروحوا للمرحله تاع ما غاديش تامن عقلك. ما غاديش تامن عقلك وما غاديش تامن عقولكم. واعطيني ش عندك. انا غادي نبدا وغادي نعطيك سؤال تاعي، واللي هو بين هادو ربعه رسامين مشهورين وكبار بزاف، كاين واحد فيهم اللي خدم مع والت ديزني، شكون هو؟ اسكو هو بيكاسو ام دالي سلفادور دالي او اونري ماتيس ولا غوستاف كوربي؟ شكون فيهم اللي خدم مع ديزني وخدم معاهم تاني واحد الانيماسيون اللي خدمتها ديزني؟ نقول اونري ماتيس. خطا. اسكو تزيد غادي نعطيك كادو بالك؟ نعطيك فرصه. نعطيك فرصه معليش ما كاش مشكل، حنا بيناتنا انا كاع خوت. انا كاع خوت شو ولا نعطيك غير دو بوين معليش نتقبل ونقبل بها كما يقول. غادي ريسكي ونقول بيكاسو. خطا. قلت بالك زعما فريمون ما نعرفوش حاجه بيزار. خطا. والفنان اللي خدم مع ديزني هو دالي سلفادور دالي، خدم معاهم في واحد الانيماسيون واحد الكور ميتراج سموه ديستينو. هو اللي خدم معاهم الانيماسيون ورسم معاهم. صح فوالا هذه كانت برنامج عقلك تاعي. بارك الله فيك فريمون ما امنتش عقلي باسكو ما كنتش نعرفها. سي الميلود ما تامنش عقلك تاعي التاليه. غادي نعطيك ربع صوالح، ثلاثه فيهم داخلين في الفن كما يقول لك كايند اوف نوعا ما في 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 لوحه في عفسه. مهم هادو ثلاثه داخلين في الفن، واحده ماشي قاعده داخله في الفن وجامي ما دخلت في الفن. تفضل. حاجه الاولى لحم الانسان. صح. حاجه الزوجه الدم. حاجه الثالثه كما يقولوا الوسخ تاع الفيل. انا ما فهمتوني شنو بغيت نقول. حاجه الرابعه لوحات فنيه من البلاستيك المحروق. كاين غير وحده اللي كانت كاينه. كاين غير وحده اللي ما كانتش كاينه ماشي كاع فن. اللي ما كانتش كاينه ثلاثه كاع فن هادو منهم. كي تقول لحم الانسان شغل كيف لحم الانسان؟ لحم الانسان طرف من اللحم هكا شغل مقلوع ولا مقلوع؟ طرف اللحم مقلوع فن. تبان لي لحم الانسان. تبان لك لحم الانسان ولا لحم الانسان باسكو ماشي كيف كيف. تبغي نعاودهم لك؟ تبغي تخمم؟ تبغي تقول لحم الانسان. لحم الانسان الجواب تاعك صحيح، لحم الانسان زامي ما كان فن. باسكو قاعد نقول سي فري مراد ولا ماشي اسوبو. لوحات فنيه من البلاستيك المحروق بداها واحد الايطالي اسمه البرتو بوري مين كان في الجيش في الحرب العالميه الثانيه. وسخ تاع الفيل واحد الفنانه اسمها اوفيلي جابتها معاها من زيمبابوي وخدماته فن في لندن. الدم دارها واحد الفنان اسمه مارك كوين كي خدم واحد اللوحه تمثل وجهه وزاد خدم بالدم هذاك حيوانات واحد اخرين. دونك هذه كاين ناس مهابيل زعما هذا ما كان. بارك الله فيك على هذه المعلومه اللي شو صدمتنا صدمتنا بها على بالي بيان سور. دونك خوتي فوالا كملنا الفيديو، جيسبر تكون عجبتكم الحلقه تاع الفن، جيسبر تكونوا استمتعتوا يا فنانين. دونك فوالا خوتي تهلاو في رواحكم، صحه سحوركم، سلمونا على دياركم بزاف بزاف ونتلاقوا غدا ان شاء الله باذن الله.